بعد كده اتكلمنا على الانشن كلاسيفيكيشنز، خدنا في الانشن كلاسيفيكيشنز، وبعد كده اتكلمنا في القصه بتاعت الانشن بارامترز، وبعد كده اتكلمنا على الانشن بيرفورمانس والتستنج بتاعت الانشن، واخر جزء درسناه مع بعض اللي هو القصه بتاعت الانشن مانجمنت سيستمز، وقلنا بنتكلم فيها على انواع السنسورز المختلفه في الانجن، الكنترولر، الاكتويترز، والتفصيله بتاعت ازاي بنعمل مانجمنت للانجن بشكل عام. تمام؟ طيب احنا كان بس فاضل لنا جزء اخير اللي هو القصه بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت الاميشنز. الاميشن كنترول. ايه قصه الاميشنز يا جماعه؟ مشكله الكونفشنال انترنال كومبشن انجنز هي مشكله الاميشنز. طبعا في كلمه رنانه قوي كلنا بنسمعها دلوقتي، كلمه sustainability. sustainability لدرجه ان احنا عندنا بروجرام في الكريدت اورز اسمه سي، اسمه سستينبل انرجي. بالمناسبه كلمه sustainability دي ملهاش علاقه، والاستدامه دايما بنسمعها كده الناس السياسيين ولا الناس اللي يتكلم على التنميه المستدامه ومش عارف ايه، والsustainability كلمه كده يعني رنانه قوي 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 والناس كلها بتتكلم عليها. حد اولا فاهم يعني ايه كلمه sustainability؟ احنا فاهمينها من ناحيه الانرجي. sustainable energy هو والله الطاقات الجديده اللي احنا بنشتغل فيها، سواء كان سولار انرجي، ويند انرجي، مش عارف ايه، اللي هي بنتكلم على مصادر الطاقه المتجدده. هي دي الكلمه بتاعت sustainability من ناحيه الانرجي، بس بالمفهوم الاشمل والاوسع comprehensive definition بتاعها. حد فاهم يعني ايه كلمه sustainability؟ معناها ايه؟ بتعبر عن ايه؟ انا بسأل يا جماعه لو حد يعني عايزين محاضره كده يبقى فيها. هو احنا بنريز هاند يا دكتور، ف يعني كل في اكتر من حد ريز هاند. لو حضرتك بتقول مين مش شايفه، مش شايفه، لا يعني مش محتاج يخش على طول يعني، عشان انا ما بشوفهاش ساعات، فيخش يشارك على طول يعني. تمام. هو السستينابيلتي يا دكتور، يعني كنت مره سمعت ان هو مبدا ان انا ما اخدش كل حاجه لنفسي او للجيل بتاعي، يعني مثلا بالظبط. بس لفظ انا هقف على الكلمه اللي قالها عمرو دي، بس كده هو كده المبدا بتاع السستينابيلتي، ان انا يا جماعه مش عايش في العالم لوحدي. انا مش ينفع اخد الطاقه واستنفذ البيئه واقعد 20 30 40 60 70 سنه وبعد كده طز في اللي بعدي. لا طبعا الكلام ده ما ينفعش، ده مش وضع عادل وفير. زي ما انا استلمتها من اللي قبلي بوضع معين، لازم احقق السستينابيلتي، الاستدامه، ان دايما الكره الارضيه والحياه اللي انا عايشها تدوم من ناحيه الفود، من ناحيه الشرب، من ناحيه السكن، من ناحيه البيئه، من ناحيه الطاقه، كل ما يخص عمليه الاستدامه. تمام؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. فده مفهوم شامل وواسع كبير جدا جدا، ليه علاقه بالشابتر اللي احنا بندرسه بتاع الاميشنز. ينفع انا دلوقتي يا جماعه اعمل عربيات واعمل انجنز واعمل مصانع واعمل شركات وعمال احرق وقود واطلع انبعاثات، وبعد 70 80 سنه شكرا، يحصل مشاكل بقى جلوبال وورمنج ومش عارف ايه، مش المهم ان انا استفاد دلوقتي واطلع الطاقه اللي انا عايزها واعمل اللي انا عايزه، ومش مهم بعد كده بقى الناس اللي بعديها بقى الدنيا تبوظ، الدنيا تروح في داهيه. احنا ما انا ماليش دعوه، انا راجل اناني وبحب نفسي وهعيش عشان خاطر نفسي وخلاص. لا طبعا ده كلام مش مقبول. ففكره السستينابيلتي فكره شامله واسعه، بيسموها دايما السستينابيلتي ديفلوبمنت، اللي هي التنميه المستدامه، ان انت تعمل كل عنصر من عناصر الحياه ليها ابعاد مختلفه، ليها دايمنشنز مختلفه بالنسبه للسستينابيلتي. في سستينابيلتي من ناحيه الاكل، من ناحيه الشرب، من ناحيه السكن، من ناحيه جوده الهواء، من ناحيه جوده الحياه، من ناحيه البيئه، ليها ابعاد. من ناحيه الطاقه احنا دايما بنفهم قوي من ناحيه الطاقه، لكن بمفهومها الاشمل والاوسع من ناحيه البيئه هو ده المحور بتاعنا بنتكلم مواضيع الاميشنز. مشكله الانترنال كومبشن انجن او الكونفشنال انجن كومبشن بشكل عام، ان بيطلع اميشنز. الاميشنز طبعا بتهد الايكو سيستم اللي هو التوازن البيئي اللي ربنا خالق بيه الكون، وبالتالي مع الوقت ومع تكرار الكلام ده كله احنا رايحين في اتجاه مش محمود العواقب، فبالتالي وارد يحصل مشاكل. فمهم قوي نتكلم على القصه بتاعه الايه، بتاعه الاميشن. طبعا الموضوع بدا بنتكلم في بيئه، البيئه دي ليها الانفايرمنت دي ليها عناصر مختلفه، في هواء، في ميه، في سويل، في التفاصيل دي كلها. احنا دايما الاميشنز بتبصر على الهواء، وفي علم كبير جدا بيسموه اير كواليتي مانجمنت. اير كواليتي مانجمنت، حد سمع على كلمه الاير كواليتي مانجمنت قبل كده؟ جوده الهواء. في حاجه اسمها اندور اير كواليتي وفي حاجه اسمها اوتدور اير كواليتي.
انت يا جماعه الاندو ايكواليتي ده مخصص للاماكن المباني البيلدينجز. ساعات كده انت عامل نظام تكييف، عامل اير كونديشننج سيستم في مبنى معين، في مول، في سنتر، في 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 مبنى اداري، واخد بالك، ومكيف الهواء من ناحيه درجات الحراره، من ناحيه الرطوبه، من ناحيه سرعات الهواء، بس مش محقق الاير كواليتي. الاير كواليتي مش عاليه، في نسبه سي او 2 عالي في قلب المبنى الاداري ده. واحد بتاع ورشه بتاعت، ينفع واحد ورشه بتاعت اسطر كده والدهانات بتاعت معرض اساس عمال يرش كده وانت مكيف؟ لا. طب تلاقي الهواء ساقع وفي ونسبه رطوبه حلوه وسرعات الهواء حلوه، بس في الاخر الهواء اللي انت بتستنشقه ده هواء مش مظبوط، صح ولا يا جماعه؟ فبالتالي في حاجه اسمها الاير كواليتي. الاير كواليتي وبنقسمها دايما لحاجه اسمها اندور وحاجه اسمها اوت دور. اندور دي اللي هي بنتكلم في المباني الداخليه، الاوت دور ده بنتكلم بقى فين يا جماعه؟ بره المباني، بنتكلم في الشارع. تبقى انت ماشي في الشارع كده، عمال مصانع ومحركات، سواء محركات انجنز موبايل يعني بتتحرك، او انجنز ثابته ستيشنري يعني ده ولا ده، عمال يطلع انبعاثات، وفي الاخر تتشم، عمال تشم حاجات ملوثه ومش صحيه بالنسبه لجسمك. ففكره الاير بوليوشن ده مصدر من مصادر التلوث، مش هو كل حاجه، في مصادر اخرى زي الووتر بوليوشن وزي السويل بوليوشن، بس احنا دايما مركزين فين يا جماعه؟ بنركز على الهواء عشان هو ده محور الكلام بتاع الكومبشن بتاعنا. طبعا مصادر الاير بوليوشن بيبقى حريق جاي من محطات كهرباء، او بنتكلم في محارق، في حاجه اسمها انسينريتورز يعني محارق، يعني مخلفات السوليد ويست بتاعت الحاجات المستشفيات والكلام ده كله، دي بنحرقها في بشكل معين، ليها حاجه اسمها انسينريتورز، محارق بتخلص منها بشكل معين عشان ما يحصلش فجوه. فبيجي من محارق او بيجي من اندستريال ابلكيشنز. انا عمال كل شيء اعمل ادميشن يا جماعه للناس يعني واحد واحد، فالموضوع مزعج قوي صراحه. دكتور انت ممكن تخلي حافظ هوست يدخله على طول؟ ماشي، يا ريت هعمل كده. حافظ فين؟ حافظ طبعا لي بس محمد احمد حافظ، صح كده؟ اه تمام يا دكتور. لا ده ايه، مش مديني ال سينريتورز محارق، او بنتكلم في فيهيكلز، سواء الفيهيكلز دي الحاجات الهاي واي يعني على تمشي على الطريق زي العربيات والتراكس والاتوبيسات والكلام ده كله، او اوف هاي واي زي الطيارات واللوكوموتيفز والطرق والكلام ده. كل دي مصادر من مصادر التلوث. طب ايه هي البوليوتنس اللي عندها لي مشكله؟ اولا طبعا اول واحد يجي في المقدمه كده على طول اللي هو الكربون مونوكسيد. تاني حاجة في حاجة اسمها volatile organic compounds. ايه VOC ده يا جماعة؟ VOC ده اللي هو يعتبر كده يعني الـ unburned hydrocarbons. معظم الهيدروكربونز المتطيرة، ساعات وانت بتعمل refueling للعربية بتروح تمون الوقود، تيجي وانت معدي جنب البنزين كده يا جماعة تشم ريحة بنزين، جاي منين ده يا جماعة؟ البنزين ده متطير موجود في خزانات تحت الأرض وعمال يتطير، ده بنسميه volatile organic. في بعض الوقود بيتطاير موجود، ده مصدر من مصادر التلوث. او طبعا ثالث حاجه النوكس بجميع المركبات بتاعتها، سواء كان NO ولا NO2 ولا NO3 ولا whatever. طبعا رابع واحد اللي هو السلفر دايكسايد اللي هو برضه السوكس، سواء كان SO او SO2 او SO3 او whatever. مهم جدا او يعني اساسي جدا اللي هو البارتيكلت ماترز اللي هو البي ام، والبي ام ده منه سايزز مختلفه، في حاجه اسمها بي ام 10 وفي حاجه اسمها بي ام 2.5 ليها علاقه بالسايز بتاع البارتيكلت ماترز ده قد ايه. اللي هو ايه البارتيكلت ماترز دي؟ قلناها زمان في الديزل، فاكرينها يا جماعه؟ البارتيكلت ماترز دي هي عباره عن الهباب، افتكرها كده باللمبه الغاز والهباب الاسود اللي طالع من اللمبه الغاز دي، تحط كده منديل كده فوق اللمبه الغاز كده من فوق، بعد شويه بعد 10 دقائق تلاقي المنديل ده بقى لونه اسود شويه طالع منه هباب، دي بنسميها بارتيكلت ماترز. زائد اخر حاجه اللي هو الرصاص. الرصاص ده ما بيطلعش قوي من حريق الاميشنز، كانوا زمان كده في الثمانينات، او في اوائل التسعينات انتهوا منه خلاص، كانوا بيحطوا ساعات الرصاص ده كاديتيف، للبنزين عشان يعلي من الاوكتين ريتنج، يعني عشان يزود الاوكتين. البنزين كان يبقى مثلا 80
يقوم حاطط هو شويه رصاص، نسبه من الرصاص في البنزين كاديتيف، عشان بدل ما الاوكتين بتاع البنزين ده كان 80 يوصل ل 86 او 90 مثلا. وبعد كده اكتشفوا ان المشكله بتاعت الرصاص ده يا جماعه بيعمل مشاكل من ناحيه التلوث، من ناحيه الاميشنز عاليه جدا جدا، فالكلام ده اتمنع. تمام. طيب دي المصادر الرئيسيه بتاعه التلوث اللي احنا مهم قوي نفهمها كويس جدا جدا، نقدر نقيسها. وبالمناسبه بتتقاس في كل مدينه من مدن العالم. تمام. وبيتحدد حاجه اسمها Air Quality Index. دايما كده زي ما انت في اليوم كده بتفتح الويزر النهارده كده واليومين اللي فاتوا، الناس كلها بقت دلوقتي شطار في الحته دي، يقدر النهارده يعرف ان الجو سخن ولا بارد. طب انا هصيف، طب انا هلبس نص كم، طب اخد جاكيت معايا بالليل عشان وانا راجع بالليل الجو ساقع. فبتقدر تبص زي ما انت بتحدد درجه الحراره، تقدر تشوف الرطوبه، تقدر تشوف سرعه الهواء. دي كلها من ناحيه الويزر كونديشنز مهمه قوي تعرف في المدينه اللي انت عايش فيها دي الاير كواليتي اندكس قد ايه. ففي ستيشنز، في محطات رصد بتقيس الاميشنز دي بشكل مستمر وبشكل يومي، ويقدر يحسب الكميات دي او الحسابات دي قد ايه. ده العلم اللي بنسميه حاجه اسمها الاير كواليتي مانجمنت، او الدور اير كواليتي مانجمنت. تمام. فاحنا المفروض بنقيس الاميشنز دي بشكل دوري. مهم قوي نفهم ازاي هي الاميشنز دي، مشاكلها ازاي، مشاكلها ايه هي، ايه اضرارها. تاني حاجه ازاي نعمل عليها كنترول. اسم الشابتر بتاعنا اميشن كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني ازاي اتحكم فيها وازاي اقللها. هو ده المهم بالنسبه لي. تمام. طيب دكتور بعد اذنك سؤال بس. هو انا مش اوريدي لما حطيت كاتاليتيك كونفرتر انا كده منعت الحاجات دي او قللتها على الاقل؟ اه ايوه صح صح، منعت حاجات معينه. منعت ايه؟ هم ايه اللي بمنعه؟ لسه هقول لك. برند والسي او والنوكس. ايوه. وفي حاجات مش عارف مش 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 ما اقدرش امنحها. هنشوف الكلام ده كله، بس ده بنمنع حاجه معينه. امشي بس معايا كويس ان انت يعني معايا اهو مركز وواحد بيجاوب. بس خلينا نتكلم على المنظومه كلها بشكل عام. بشكل عام زي. طبعا الايه الكاتاليتيك كونفرترز هو طريقه بنعملها لبعض مركبات، لبعض الفيهيكلز، بعض العربيات، عشان اقلل الاميشنز. وبعمل ريستريكشنز دلوقتي على كل الشركات والمصنعين العربيات، ان انت يا جماعه انت لازم تعمل كده، لازم تعمل كده، لازم تحكم. عارفين يا جماعه مشكله، يعني ايه اللي خلى الناس تفكر في البدائل بتاعه الالكتريك فيهيكلز والعربيات الكهرباء والكلام ده كله، وابتدوا شويه يتنحوا جانبا من الكلاسيكال انترنال كومبشن انجنز؟ هي الاميشنز، هي دي السستينابيلتي اللي بنتكلم عليها. مشكلتهم مش الطاقه، مشكلته يا جماعه ان الانجنز ده حلو وكل حاجه وكفاءته كويسه وبيطلع باور كويسه وكل حاجه، بس مشكلته من ناحيه الاميشن. فاللي عامل المشكله الكبيره وخلى الناس تفكر في اتجاه جديد مختلف ويعمل عربيات بالكهرباء، سواء العربيات دي ماشيه بالباتري او ماشيه بالفول سيلز او ماشيه هايبريد، تمام، بشكل ما يعني، اللي خلاه يفكر في الاتجاه دي كلها يا جماعه ان هو عايز يتكلم في كلين انرجي، ومشكله الاميشنز دي عامله له يا جماعه، عامله له مشكله. تمام. فهو ده اللي خلاه يفكر في اللي يا جماعه في البدائل الاخرى، ده اللي خلاه يفكر في الايه البدائل الاخرى. طيب احنا ما زلنا هنا بنتكلم في السي او. ده اهم مصدر من مصادر التلوث. طبعا عارفين ان هو ملوش لا ريحه ولا ليه شكل. جاي منين يا جماعه السي او؟ جاي من incompleteness of combustion. الكربون الموجود في الفويل ماله يا جماعه؟ ما اتحرقش بشكل جيد، فبالتالي تحول للسي او. طب مشكلته ايه السي او ده يا جماعه؟ مشكلته يا جماعه مشكلته ان هو لو وصل لتركيز معين في السبيس اللي انت فيه ده على طول يموتك. يعني انت لو يعني نسبه نسمع كده على حالات كتير يقول لك والله ده واحد دخل ياخد شاور وقعد شويه في الحمام وشغال بسخان غاز طبيعي، يعني حريق كومبشن اهو، ومفيش تهويه كويسه. فايه اللي حصل يا جماعه؟ بعد نص ساعه مات. ايه اللي مات؟ اتخنق. اتخنق ازاي يا جماعه؟ السي او اللي طالع عمل ايه يا جماعه؟ استهلك كل الاكسجين اللي موجود في الحمام الصغير ده. فبعد شويه اللي حصل يا جماعه؟ مفيش اكسجين تستنشقه. فتلاقي نفسك عمال تدوخ مع التدريج لحد ما واحده ايه اللي يحصل؟ تبتدي مفيش نفس ومفيش اكسجين، وبالتالي ايه اللي يا جماعه؟ تبتدي. فده مشكله الاي اس يو، ان هو عشان محتاج اكسجين عشان يتحول لسيو. شره جدا ان هو عايز يتحول، يحصل له كومبليت اوكسيديشن ويتحول لسيو. فدي مشكله السيو. طيب دي اول مشكله تخصني اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي السي او. تاني حاجه اللي هي الفي او سي. قلنا ايه الفي او سي من شويه يا جماعه؟ قلنا الفي او سي هو
الهيدروكربونز بشكلها الواسع، كل مركبات الهيدروكربونز اللي جايه من عمليه الايفابوريشن بتاع الجازولين، الديزل، تنكات البنزين، تنكات الديزل، السولفنتس اللي هي الحاجات السبريهات والمش عارف ايه والكلام ده كله، كل دي عائله كبيره، فاميلي كبيره جدا من اللي هي يا جماعه من الفولاتايل اورجانيك كومباوندز. طب مشكلتها ايه يا جماعه؟ هي عنصر اساسي لحاجه اسمها الجرين هاوس جازز. اسمعوا عن الجرين هاوس جازز، الجي اتش جي. جي اتش جي اختصار لكلمه ايه يا جماعه؟ جرين هاوس جاز. جرين هاوس جاز، ايه مشكله الجرين هاوس جاز يا جماعه؟ حد عارف؟ بتابزورب هيت وبعد كده ترجع تاني بتميت الهيت دي تاني للاتموسفير فدرجه حرارته تعلى. ايوه دي المسؤوله عن الجلوبال وورم، جرين هاوس جاز. جرين هاوس مش بتابزورب هيت، هي مشكلتها ان هي يعني هنقولها كده بشكل بسيط، يعني ان هي كل الجازز دي بتطلع كده عماله مش راديشن، هي بتيجي كده حوالين، انت عارفين كل الارضيه، كل الارضيه عندنا، وعندنا في حاجه اسمها غلاف جوي حوالين كل الارضيه، بتعمل ايه يا جماعه؟ عماله تطلع حوالين كل الارضيه، وتعمل ايه يا جماعه؟ تعمل طبقه كده حوالين كل الارضيه، حوالين الارض بتاعتك. فايه اللي يحصل يا جماعه؟ تيجي الشمس جايه من بره، السولار انرجي داخله، فايه اللي يحصل؟ بتلعب هي في الويف لينس بتاع الراديشن ده. فايه اللي يحصل؟ زي الازاز كده بالظبط، نفس الازاز، تخش الازاز تخش كده السولار راديشن ده بويف لينس معين، لما يعدي على الجي اتش جي ده اللي يحصل يا جماعه؟ يلعب في الويف لينس بتاعه، فيخش ما يعرفش يخرج تاني، او يخرج بريت قليل شويه. فايه اللي يحصل يا جماعه؟ عمال يحصل اكيميليشن من الراديشن، ومع الوقت طبعا اللي يحصل يبتدي الايه؟ القطب الشمالي والقطب الجنوبي والنظريات الكتيره جدا اللي هي ايه بيتكلموا فيها، ان يحصل بقى انهيارات جليديه والميه تسيح ويحصل تغيير للمدن والمدن الساحليه، يعني المشاكل اللي احنا كلنا بنسمع والاخطار اللي احنا كلنا بنتكلم فيها اللي مش هتحصل كمان سنه ولا اثنين ولا 20 ولا 30 سنه، ممكن تحصل كمان 100 و150 و200 سنه. بس طبعا احنا بنظره من نوع ان احنا ناس مش انانيين، يعني لازم نفكر في الاجيال اللي جايه دي، ولازم يا جماعه نقدم حلول ما نستلمهاش كويسه ونيجي نديها للناس اللي بعدينا خربانه وملهاش اي يا جماعه ملهاش اي تاثير. فطبعا هي دي مشكله الجرين هاوس جاز. فالفي او سي هو جزء من الجرين هاوس، يعني الجرين هاوس جاز دي اهم عنصر فيه هو السي او 2 بالمناسبه، وده لسه ما قلناهوش. السي او 2 ده كده كده طالع من اي حريق، زي ما نعرف اي حريق بيطلع سي او 2 ويطلع اتش 2. فالسي او 2 ده اساسا كده ده نسبه كبيره جدا من الجرين هاوس جاز، متعب السي او 2. يليه على طول الفي او سي اللي هو الفولاتايل اورجانيك كومباوندز، يليه ماده ثالثه اسمها كلورو فلورو كاربونز. كلورو فلورو كاربونز اللي هي جايه من الريفريجرانس والفريونات والحاجات دي كلها، يعني عائله كبيره برضه من الكلورو. دي التلات عناصر اللي بتكون الجرين هاوس جاز المسؤوله عن الأوزون. الأوزون ده اللي هو الجاز اللي هو الـ O3، تمام؟ طبعاً الأوزون ده برضو نفس قصة، جاز سام مش كويس، ليه مشاكل صحية ومشاكل بيئية كبيرة جداً جداً. كلهم مع بعض يا جماعة هم دولات اللي عاملين إيه؟ اللي عاملين المشاكل اللي الناس كلها بتتكلم فيها في الفترة الحالية. بيقول لك هنا إن الـ VOC ده يا جماعة، تمام؟ اللي هو الـ Volatile Organic Compounds مع النوكس، مع النوكس وفي وجود السان لايت بيطلع يا جماعه، بيطلع حاجه اسمها السموك. ايه كلمه سموك دي؟ اختصار لكلمه سموك فوق. بص السموك دي يا جماعه اللي انا بشاور عليها دي، اختصار لكلمه سموك فوق اللي هو الاوزون. يعني ايه سموك فوق؟ بيسموها شبوره التلوث او سحابه التلوث. اسمعوا عن السحابه السوداء، هو دي السحابه السوداء، سموك فوق. شوفها ازاي يا جماعه؟ تيجي كده في شهر 8 في عز الحر، وانت ماشي كده في وسط البلد في عز الساعه 2 الظهر كده، تلاقي يا جماعه الايه وانت ماشي على كوبري قصر النيل، تلاقي في شبوره. طب الشبوره دي جايه منين يا جماعه؟ احنا في شهر 8 وفي شهر 2، دي مش شبوره بتاعت ووتر فيبر وكوندنسد كده في الجو والكلام اللي احنا فاهمينه، لا ده خالص، دي شبوره تلوث. يعني شبوره تلوث؟ سحابه سوداء، دي عباره عن دخنه سوداء، فوق ضباب بتاع الدخان. جاي منين ده؟ جاي من الفي او سي، تفاعل مع النوكس في وجود السان لايت وطلعوا الاوزون. الاوزون ده اللي بيدي الشكل يا جماعه، شكل السموك فوق. او بتحصل او في الناس اللي في الفلاحين اللي في شهر 9 ولا في شهر 10 كده بيبتدي يحرقوا القش الرز، ووزاره البيئه حاطه ريجليشنز على الكلام ده كله وبيطلع برضه السموك. طيب
مشكله الاوزون يا جماعه زي ما قلنا بيعمل طبعا بيعمل حساسيه قوي في العين، بيهيج العين، بيأثر على الجهاز التنفسي بشكل رهيب، تمام. وطبعا هو من اخطر الغازات اللي ايه اللي بتسبب مصادر التلوث الصحيه للبلد. طيب ثالث اميشن، يبقى احنا كده قلنا اول واحد السي او، السي او 2 زيه برضه من ناحيه ان هم جرين هاوس جازز، بس الفرق بين السي او والسي او ان السي او كيلر، لكن السي او 2 مش كيلر، بس لو زاد عن نسبه معينه بيأثر على الجرين هاوس جازز. تاني حاجه الفي او سي، ثالث حاجه النوكس. طبعا النوكس زي ما احنا عارفين ان هو جاي من التفاعل او الاحتراق بتاع اي كومبشن سيستم لما بيحصل عند درجات حراره عاليه، لدرجه ان احنا ساعات بنحاول نقلل درجه حراره التفاعل زي ما كده شفنا كده في الانجنز، بنعمل حاجه اسمها اي جي ار اكزوست جاز سيركيليشن، واخد جزء من الاكزوست ادخله مع الهواء والفول، وانا قاصد اعمل كده. بعمل كده ليه يا جماعه؟ بعمل كده عشان ابرد واعمل دايلوشن لعمليه الحريق، احاول اخلي يا جماعه اخلي الحريق بتاع ده يحصل عند درجات حراره قليله، ولما يحصل عند درجات حراره قليله يبتدي يا جماعه يبتدي نسبه النوكس ده تقل. طبعا مشكله النوكس ده يا جماعه بيأثر على الجهاز التنفسي، كل الاميشنز اللي احنا بنتكلم فيها دي للاسف بتسبب على المدى الطويل سرطانات رئه، سرطانات على الجهاز التنفسي. يقول لك لا اما سرطان في الرئه، لا اما سرطان على الغشاء البلوري، لأما أنواع بقى سرطان كلها ليها علاقة بالجهاز التنفسي، كلها جاية منين؟ من الإميشنز على المدى الطويل، مش بنتكلم في سنة واثنين وثلاثة. ما عنديش مشكلة أنت هتقعد 15 20 سنة عمال تشم في الحاجات دي وتستنشق الحاجات دي وعادي، شوية تحس عندك كحة، شوية حساسية، مع الوقت بقى يا جماعة تيجي وأنت عندك 50 60 سنة يبتدي لا قدر الله يحصل مشاكل إيه؟ مشاكل بتاعة السرطانات اللي إحنا بنشوفها في ومعدلاتها الكبيره جدا عند ناس كتير جدا للاسف في الفتره اللي فاتت. طيب فده مشكله النوكس. طبعا النوكس ده هو زي ما قلنا مع الفي او سي بيعملوا القصه بتاعه الايه بتاعه السموك اللي احنا قلنا عليها من شويه، تمام. وهنشوف ازاي احنا بنتعرف بس على ايه مصادر التلوث دي ومشاكلها ايه، وهنشوف هنحل كده. طبعا الرصاص، احنا قلنا الرصاص ده من اخطر التوكسيكس اللي تطلع من، هو مش بيطلع من حي زي ما قلنا، مصدره الاساسي زي ما قلنا كده كان بيتحط كاديتيف للجازولين عشان يزود النوك كاركترستكس، تمام. برضه بيخش في مصانع البطاريات بشكل عام، يعني البطاريات بتاعت العربيات والكلام ده بيخش فيها نسبه الرصاص، وبعض ايه بعض الصناعات الاخرى اللي بيبقى فيها مكون ايه ممكن مكون من الرصاص. طبعا المشكله الرصاص ده يا جماعه ان هو للاسف بيعمل مشاكل على الجهاز العصبي بتاع البني ادم، وللاسف برضه بيعمل حاجه اسمها تخلف. عارف يعني ايه تخلف يا جماعه؟ بالذات للاطفال وللناس الصغيره اللي هي المواليد الصغيره ده يا جماعه، بتلاقي الولد عنده قدراته العقليه ضعيفه شويه وعنده تخلف ذهني فعلا. ده مرض، مش حاله يعني حالة يعني عاقة ذهنية كده، لا ده في ناس عندها مرض الكلام، يعني نتيجة ان هو تعرض لي نسبة كبيرة من الرصاص على فترات طويلة يبتدي تلاقي القدرات الذهنية بتاعته ابتدت للأسف تتأثر وابتدى وصل لحالة من الايه من التخلف شوية. في بقى البي ام، زي ما احنا قلنا البي ام زي ما قلنا عبارة عن غبار بارتكلز، يعني بتبقى تايني بارتكلز دقيق جدا جدا، بنوصل ل 10 مايكرونز وبنقيسها. يعني في حاجه اسمها بي ام 10 وفي بي ام 2، بي ام 10 دي بتبقى بيقول لك القطر بتاع البارتكل هو نفس قطر الشعرايه، الشعر بتاعت الشعر اللي في جسمك ده ليه قطر دايمتر معين بيبقى نفس القطر بتاعها شويه. بي ام 2.5 بيبقى اقل شويه، بيبقى 2.5 مايكرونز من السايز بتاعها وهكذا يعني. فدي بتبقى بارتكلز يعني موجوده في الاتموسفير، نفس القصه مشاكلها. هي طبعا المصدر الرئيسي بتاعها بيبقى الحاجات اللي هي حرقها صعب شويه زي السولار. السولار طبعا مش حرقه صعب ولا حاجه، بس طريقه الحرق بتاعته ان هو بيتحرق بنوع من الديفيوجن فليم في الديزل انجنز، ده بيخلق القصه بتاعه البي ام او بعض مصادر الوقود الاخرى، تمام. مشكلته طبعا زي ما قلنا قبل كده بتاثر على الجهاز التنفسي بشكل عام.
وطبعا بنقدر نتخلص منه. شرحناه قبل كده فاكرين في الـ في الديزل انجن ولا مش فاكرينها؟ شرحتها لكم قبل كده. في حاجه اسمها يا جماعه في حاجه اسمها بارتيكلت ماتر فلتر، فاكرينه؟ بارتيكلت فلتر في الديزل عباره عن سيراميك فلتر، بعمل فلتر كده يا جماعه، واللي يحصل يا جماعه عمال يبتدي ياتراك ويترابل كده لكل البارتيكلت ماترز اللي موجوده، وبعد شويه بيتسد. فاكرين قبل كده قلنا بعمل فيه يا جماعه؟ بعمل له حاجه اسمها ريجينريشن، بولع فيه فعلا عشان يتخلص منه تاني، وبعد كده اجيب ايه؟ اجيب شويه بارتيكلت ماترز تانيه وهكذا. فطبعا في تكنيكس يعني اتكلمنا فيها برضه ازاي بنتخلص من البي ام في الايه الانجنز بشكل عام. طيب في السلفر دايوكسيدز او بشكل عام يعني، او السلفر اوكسيدز اللي هو سواء كان الاس او او الاس او 2 او الاس 3، السلفر دايوكسيدز بشكل عام مش موجوده في البنزين، موجوده اكتر شويه في لا موجوده في البنزين ولا موجوده في الغاز الطبيعي. يعني الجاز بتاعنا او السولار اللي موجود في مصر للاسف الكواليتي بتاعته مش حلوه ابدا. هنتكلم في مصر نسبه الكبريت فيه عاليه شويه، الفحم برضو في نسبه سلفر عاليه جدا. طبعا انا بتكلم على السولار، السولار ده مش بنستخدمه في العربيات وبس، السولار ده بنستخدمه في مصانع وافران وفي غلايات، موجود بشكل عادي بشكل كبير جدا. فاحنا عارفين ان السولار عندنا في مصر في جزء منه محلي الصنع يعني لوكال، احنا بنكرره، وفي نسبه من السولار ده بنستورده من بره. للاسف الجوده بتاعه السولار في مصر هنا نسبه السلفر فيها كبيره شويه. طب ايه مشكلته يا جماعه؟ مشكلته ان هو لما بيتحرق بيطلع الاكاسيد بتاعه السلفر دوكسايدز. طب ايه المشكله لما تطلع الاكاسيد؟ طب موجود ميه، طب الميه دي جايه منين؟ جايه من الحريق. ما هو كده كده اي هيدروكربون فيول في H2O طالع. طب انا عندي H2O وعندي سلفر اوكسايدز، ايه اللي يحصل يا جماعه؟ يتكون سلفر اسيدز، احماض كبريت. دي يا جماعه ايه تاثيرها؟ دي تاثيرها المباشر، انا ما بتكلمش اي حاجه تانية بقى، على الانجن او على الغلايه او على الفرن او البرنرز نفسه بيتاكل حمض كبريت، اتكون حتى لو بتركيزات قليله مع استمراريه التشغيل على طول. تلاقي يا جماعه اللي يحصل البرنر بتاعي حصل له تاكل، حصل له كروجن، او الانجن بتاعي حصل له مشكله، او الفرن بتاعي حصل له مشكله. ده تاثير مباشر يا جماعه، تاثير المباشر على الكومبشن سيستم. طب تاثير غير مباشر، نتكلم بقى في البني ادمين وفي التربه وفي الهواء. طبعا ده تاثير، انت بتخيل بتشم كده احماض كبريت، يعني انت هتعمل ايه اكتر من كده؟ فتاثير المباشر على الانجن او غير المباشر على البيئه بشكل عام تاثير مؤذي بشكل قوي جدا. طيب في بقى بوليوتنتس ثانيه، بس دي مش قصتنا في الكومبشن. يعني احنا قلنا الكربون دايوكسيد طبعا ده اساسي، في الكلوروفلورو كاربونز برضه ده موجود، في الفورمالدهايد ده مش موجود في الامشن في الانجنز يعني او في الحريق بشكل عام، في البنزين رينج، في الاسبستوس. سمعتوا عن الاسبستوس يا جماعه ولا عارفين الاسبستوس ولا مش عارفين؟ الاسبستوس نعم الماتيريال اللي بنعمله. ما سمعتكش والله، في اتنين يتكلموا ما سمعتش، واحد بس اللي اتكلم معلش. واحد يا جماعه، مش انتوا الاثنين تكلموا ولا انتوا الاثنين تكلموش؟ احنا نعرف الاسبستوس ماده كانسرس بتؤدي للسرطان. بالظبط كده، الاسبستوس ده يا جماعه كان ماده، هي اصلا ماده كانوا بيستخدموها في العزل، ماده عازله كده في الهيت ترانسفير كده، تفتح داتا شيت تلاقي الاسبستوس ده والجلاس وول والصوف الزجاجي والحاجات الجميله دي اللي انتوا عارفينها، ماده عزل حلوه قوي. كانوا بيعملها للاسف منها مواسيه زمان، عباره عن فايبرز كده الياف، واخد بالك؟ بيضغطها زي كده يعني يكبسها كده بكبسه معينه الالياف دي، فتبقى يا جماعه تبقى زي كده ال HDF وال MDF والكلام ده، بيكبسها كبسه معينه كده ويعمل منها مواسير، والمواسير دي يمشي فيها ميه ويمشي فيها صرف، واخد بالك؟ ويمشي فيها بلاوي سودا. الاسبستوس ده يا جماعه للاسف يعني ماده مسرطنه بشكل كبير جدا، عباره عن فايبرز كده في الجو. دلوقتي يا دكتور؟ نعم؟ بيحطوه في السقف بتاع التن تقريبا او الحاجات دي. بيعملوا البلاوي السودا دي، صح بالظبط. بيعملوا في اي حاجه هم للاسف، يعني حطوه في مواسير ميه، في مواسير صرف، حطوه في سقف، بيحطوه كده زي بدل ما يعني سقف كورجيتد كده تلاقي مظلات كده، بيعملوها في مظلات. يعني هي ماده يعني مؤذيه للاسف، حرم تصنيعها دوليا وعالميا،
محدش بقى بيصنعها دلوقتي غير بلاد للاسف، يعني اي بلد مؤذيه بتاذي شعوبها هي يعني هي اللي بتصنع كده. هو يعني عن قصد هو مصر ان هو يؤذي الناس بتوعه، هم دولت البلاد اللي بتصنع الاسبست. مشكله الاسبست ان هو فايبرز موجود كده في الجو، انت لما بتستنشقه بيخش يا جماعه الاسبستوس ده ويعمل ايه يا جماعه؟ يلزق كده على النسيج بتاع الرئه. هتشم والله اسبوع اسبوعين شهر اتنين ثلاثه ما عندكش مشكله، هتبتدي تكح شويه كحه خفيفه كده وشويه التهابات كده، تروح للدكتور لك طلع عندك شويه التهابات ويديك شويه ادويه. بس للاسف هو مش 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 بيجيب ده، هو قاعد ومش هيطلع من جسمك خلاص، لازق كده في جسمك في النسيج بتاع الرئه، وتقعد بقى ايه عمال يتفاعل بتاع النسيج مع الرئه لمده 10 سنين و15 ولا 20 سنه، وتبتدي بعد فتره طويله تظهر امراض الاورام اللي في، تبتدي الالتهابات دي تتقلب لاورام لخلايا مسرطنه. فدي مشكله الاسبس. طيب وفي بقى بعض البوليوتنتس الثانيه زي المنجنيز وزي الفاكسينز وزي الكادميوم ويعني بس كلها ما لهاش علاقه بالكومبشن، هو اللي له علاقه بالكومبشن اكتر اللي هو الكربون دايكسايد والبنسن. طيب تعال نبص بقى ايه هو قصه الجلوبال وورمنج. زي ما قلنا من شويه في حاجه اسمها جرين هاوس جازز، الجرين هاوس جازز دي اكبر نسبه منها هو الكربون دايكسايد، تبقى في حدود 50% منها. في جزء تاني ميثين، ده جزء من الجرين هاوس جازز، بنتكلم فيه 18% من الايه. الميثين ده ايه يا جماعه؟ ده نوع من انواع ال VOC بالمناسبه، اللي هو الفولاتايل اورجانيك كومباوندز للهيدروكربون. طب بيطلع منين الميثين ده يا جماعه؟ تفتكر بيطلع منين ده؟ من البايوماس، شويه الزباله اللي انت بتسيبهم كده في الصندوق الزباله كده ويقعدوا مثلا اسبوع ولا حاجه، راجل بتاع بيت زباله تاخدهمش، يحصل له عمليه تخمر ويطلع ميثين. الميثين ده ماله؟ ده فولاتايل عمال يتبخر كده، يطلع فين يا جماعه؟ يطلع في الاتموسفير. يبقى ده ايه؟ ده نوع من انواع الجرين هاوس جازز، صح ولا ايه؟ طيب جزء منه تاني الكلوروفلوروكربونز، برضه بيتكلم فيه 14%. الثلاثه دولت مع بعض هما الميجر كومبوننتس بتاعه الجرين هاوس جازز اللي بتعمل مشكله يا جماعه، مشكله الجلوبال وورمنج اللي احنا ايه اللي احنا قلناها من شويه. تمام. طيب وزي ما قلنا كده بتمتص جزء من الراديشن اللي جاي وبتلعب في الويف لينث بتاعته، فبعد ما يمتصه بيحصل احتباس ومش عارفه تخرج ويزيد الحراره على مستوى الكره. طبعا بيقول لك يعني بيديك مثال كده، امريكا لوحديها كده بنتكلم في 20% من انتاج الجرين هاوس جازز امريكا لوحده، يعني خمس. ما بالك بقى بالصين مثلا، ما بالك بالدول الكبيره المصنعه دي، وكل شويه يعملوا شويه اتفاقيات عشان البيئه. عملوا من 10 سنين كان في اتفاقيه بتاعت كيوتو، كانت اتفاقيه اتعملت في اليابان ان هم بيحاولوا يقللوا مصادر الجرين هاوس جازز ويتكلموا في تقليل عمليه الاحتراق، وابتدوا يتكلموا في السستينابيليتي والبيئه والاميشنز والكلام ده كله. هو ده جماعه اللي بيقود العالم في الاخر، الاتفاقيات دي ان هم ناس عايزه العالم وعايزه الكون وعايزه الكون الارضيه تعيش لفترات طويله، ما يدمرهاش بسرعه. يعني هم هيدمروها بس ما بيبقاش بالتسارع العالي قوي ده للاسف يعني. فكل شيء عملوا اتفاقيات عشان ايه يا جماعه؟ نقلل من انتاجيتنا ونشوف عناصر وافكار بديله ونروح لاتجاهات اخرى مختلفه شويه. فامريكا بتطلع 20% من الايه من الكلام ده كله. دي كانت اتفاقيه عملوها اسمها كيوتو. بعد كده عملوا الباريس اجريمنت اللي هي الاتفاقيه بتاعه باريس دي اللي كانوا عاملينها من 4-5 سنين كده برضو، وطلعوا بقى ان من ساعتها بقى بيتكلموا في حاجه اسمها دي كاربونايزيشن. كلمه الدي كاربونايزيشن دي كلمه كده برضو هتسمعها كتير قوي. سامعيني كده؟ طيب سامعين حضرتك يا دكتور. الصوت تمام. الصوت تمام. هو ممكن يكون فصل عندك؟ الصوت تمام. ابتدوا يطلعوا بمفهوم جديد، زي كده ما طلعوا بكلمه سستينابيليتي طلع كده مفهوم جديد اسمه دي كاربونايزيشن او جرين فيولز او جرين انرجي. عاملين ايه مصطلحات جديده كده طالعه لطيفه جدا ومهم انت تعرفها تبقى عارف القصه بتاعتها. من ضمنها يعني ايه دي كاربونايزيشن؟ يعني خلاص يا جماعه مش عايزين وقود تاني، مش هنحرق وقود تاني، شوف اي مصدر تاني للطاقه بعيد ان انت تطلع CO2 وCO تعمل مشاكل دي، اتصرف. يتعمل بقى ما يتعملش، هيتحقق ما يتحققش، ويقعد يقول لك احنا 2030 و2050 و2040 و2030 فيجن، ونقعد نسمع كلام كتير قوي. هيتعمل مش هيتعمل؟ احنا يعني ما دي توجهات، دي فيجنز بيحطوها الناس اللي بتقود العالم، السياسات العالميه يعني، بيحطوا الفيجنز دي
وبيدي منح بقى للدول ويدي منح للشركات وتلاقي الناس كلها سبوبة على حسك. شركات كتيرة جدا تروح تاخد فوند وياخد تمويل من مؤسسات وحكومات والكلام ده، يقولك والله أنا بتجه دلوقتي من أنا كنت بحرق بوقود طبيعي أو وقود أحفور يعني فوس الفول، وبتجه دلوقتي أن أنا بعمل حاجة اسمها decarbonization، ويكتب بقى في البروبوزل بتاعه أنا بعمل decarbonization وsustainability والكلام اللطيف الحلو ده اللي إيه اللي بياكل معاهم وياخد بيه إيه، ياخد على حسه فونس، ولا هو في الآخر بيعمل decarbonization وبيعمل sustainability اللي بيعملها خاص. فهو كلام لطيف كده مهم تعرفه برضه عشان إيه تعرف إيه تمشي في السوق وتقدر يعني تشتغل الشغل البيزنس اللطيف اللي الناس كلها بتشتغل للأسف يعني بالكلام الرنان ده اللي إحنا إيه بنسمعه بشكل متواصل يعني. طيب فالقصة بتاعت الجلوبال وورمينج احنا اتفقنا عليها خلاص اهو، فهمنا ايه معناها. طبعا هنا دي معادلة الحريق اللي احنا عارفينها، اي وقود بشكل عام مع الهواء بيطلع طبعا CO2 بيطلع مية، زائد اللي يا جماعة زائد الاميشنز اللي احنا قلنا عليه. ايه الاميشنز دي اللي هي قلناها من شوية، CO والCO2 والسوكس والنوكس وكل بقى والصوت والبارتيكلت ماترز وكل المشاكل اللي احنا شفناها. طب تعالى نشوف بقى يا جماعه بشكل عام على الانجنز. احنا من الانجنز، الانجنز ده داخل هنا الهواء، ده الانجن بتاعك وداخل معاه الفول، بتحرق الوقود ده وبيطلع في الاخر هنا يا جماعه دي الاميشنز. طب هي دي الاميشنز اللي احنا قلنا عليها من شويه هي دي مصادر تلوث بس؟ لا، ده في مصادر تانية مش الاميشنز بس، الاكزوست. خلاص لو الاكزوست خلاص احنا ايه قلنا هنحل زي ما زميلكم قال في اول المحاضره، هجيب هنا الكاتاليتيك كونفرتر وتخلص من القصه دي، يبقى انا كده حرقت. لا، ده في مصادر تلوث اخرى. زي ايه؟ لو بنتكلم على الانجنز، في مصدر بنسميه اول مصدر حاجه اسمها ري فاولينج لوسز، ان انت وانت بتعمل ري فاولينج، ري فاولينج ان انت بتمون الوقود بتاعك. طبعا الوقود البنزين ده متطاير، فعمال يا جماعه عمال يتبخر. زائد في حاجه ثانيه اسمها ايفابوريتيف ايميشنز، evaporative emissions برضو نفس الكلام، الحاجات اللي عماله ايه يعني مش وانت بتمول بس، لا ده ذات نفسه بيحصل بعض اللصص من قلب الوقود اللي موجود عندك نتيجه ان السيستم بتاعتك مش يعني مش معزول بشكل كويس، تنكات مش معزوله والبايبس والكلام ده كله، فجزء تاني بيتبخر. ده طبعا نوع من انواع الفي او سي زي ما قلنا من شويه، ده برضو لصص. زائد لوسز اخر بنسميه كرانك كيس لوسز او بيسموه بلو باي، هنشوف ايه البلو باي ده. يبقى الثلاثه دولت ثلاثه جداد عليا مختلفين تماما عن الاميشنز اللي خارجه من هنا، الاكزوست سيستم. الاكزوست سيستم ده نوع من انواع الاكزوست، زائد فيه ثلاثه جداد عليا. تعال نشوف الثلاثه دول هنتعامل معاهم ازاي. طيب يبقى دي المشاكل اللي بتحصل او الاميشنز اللي خارجه من اي موتور فيكلز، دي اللي تخصنا بالنسبه لنا الكورس بتاعنا. تمام، يبقى في لوسز دي الاكزوست الخارج من الانجن او الخارج من الاكزوست سيستم، في لوسز ثانيه نتيجه الري فيولينج لوسز، في جزء ثاني نتيجه الايفابوريتيف ايميشنز، في جزء ثاني بنسميه الكرانك كيس. وهنشوف دلوقتي الثلاثه الجداد دولت هنتعامل معاهم ازاي وايه هي التكنيكس اللي بعمل عليها الكنترول. طيب خلاص تعال نبص، اول حاجه تعال نبص ايه هو. طبعا الجزء بتاع الري فولينج اللي احنا قلنا عليه اهو، وانت فتح التانك عمال يتبخر شويه كده والراجل ماسك الخاطوم بتاعه ده طاير منك، صح؟ وفي جزء تاني بتاع الايه اللي موجود من بره برضه جوه الانجن وهو ماشي كده، في جزء تاني برضه ايفابوريتيف، في جزء تاني بيسموه بلو باي. ايه البلو باي ده يا جماعه؟ هو ده بقى اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي، ده اللي مش واضح بالنسبه لك. ايه البلو باي ده يا جماعه؟ بيقول لك وانت بتحرق هنا ده السلندر وده الرينجز، وعندك هنا ده الكرانك كيس، هنا دي الكرانك كيس بتاعتك موجوده تحت في الحته اللي من تحت دي. ايه اللي موجود هنا يا جماعه؟ هنا في اورينجز، صح؟ مش دي اورينجز يا جماعه؟ بيستون هو بيتحرك جوه السلندر، في رينجز عندك هنا. طب اللي بيحصل هنا يا جماعه؟ الاكزوست او الاميشنز دي بتبقى عند ضغط عالي، صح ولا يا جماعه؟ فيبقى الضغط هنا اعلى من الضغط بتاع الكرانك كيس، ومهما كنت عامل رينجز او عامل سيلينجز هنا في جزء للاسف بيعدي، عشان كده بيسموه بلو باي. بلو باي يعني يا جماعه بيعدي كده، ايه بيعدي جنب. طب بيروح فين ده يا جماعه؟ بيروح فين الاميشنز دي؟ بتروح فين؟ بتروح في الايه بيروح عند الزيت، الكارتيرا بتاعت الزيت. طب ايه مشاكله؟ بيقعد كل شويه الضغط بتاع الكارتيرا بتاع الزيت بيزيد، ده ضغوط دي جازز او اميشنز طالعه بضغوط عاليه.
طب يحصل يا جماعه؟ بيحصل غير مشاكل التلوث اللي احنا عارفينها، بيحصل مشاكل في الزيت ذات نفسه. الاويل بعد شويه بيحصل له حاجه اسمها ديجريديشن، فعاليه الزيت من ناحيه الفيسكوس طبعا درجه الحراره بتاعت الزيت بتزيد، وبالتالي يحصل يا جماعه يحصل ان الزيت بيفقد الخواص بتاعته الطبيعيه من ناحيه الفيسكوستي واللابريكيشنز والكلام ده كله، تمام؟ فانا لازم اتخلص من الجاز دي اول باول. ده عشان ايه يا جماعه؟ عشان الزيت وعشان التاثير الغير مباشر على البيئه ذات نفسها، فده بنسميه البلو. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على مصادر التلوث او الاميشنز اللي جايه من الانجن غير الاكزوست اللي خارج من الاكزوست سيستم، في ايفابوريتيف، في ريفولينج، وفي ثالث واحد اللي هو يا جماعه اللي هو البلو باي اللي احنا قلناه من شويه. طب ده الجراف الجميل جدا جدا اللي احنا حافظينه، اللي بيوريك التركيز بتاع الاميشنز اللي خارجه من اي احتراق مع الايكويفالنس ريشيو. وللاسف في اثنين تاثيرين عكس بعض، يعني لو بنتكلم قلنا هنشتغل ريتش كومبشن ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هتلاقي النوكس قليل، بس يا جماعه السي او والان بيرنت هيدروكربون كبير جدا، يبقى انا كده مش هينفع. طب اقول لك طب نروح ناحيه اللين، ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الان بيرنت هيدروكربون والسي او بيقل، بس اللي يحصل يا جماعه النوكس بتاعتي بتزيد، فانت مش عارف تظبطها ازاي. لين قوي وحش، ريتش قوي وحش. فاحنا دايما كده بناخد نقط منطقه معينه اللي تديك الاوبتيمم كنت عندها تقريبا السي او والان بيرنت هيدروكربون والنوكس الثلاثه مع بعض يا جماعه مديك تاثير الى حد ما اوبتيمم، ودي اللي بنشتغل عندها في الانجن. وبظبط السنسور بتاع اللامدا سنسور، فاكرين اللامدا سنسور ولا مش فاكرينه يا جماعه؟ الاكسجين سنسور يا دكتور. اللامدا سنسور او الاكسجين سنسور بظبطه عشان يشتغل في المنطقه دي. ايه اللي حكمه؟ الاميشنز. يعني انا بظبط السنسور ده عشان يشتغل في المنطقه دي اللي هنشوفها من شويه، هوريها لكم هنا قدامه. دي المنطقه دي يا جماعه، دي المنطقه المظبوطه اللي تديك اقل اميشنز، تمام؟ او اوبتيمال اميشنز. طيب نرجع تاني، يبقى انا ده الجراف ووريك انا العلاقه ما بين اللينست او الريتشست رينجز قد ايه والاوبتيمم كونديشنز اللي تديك افضل او مش افضل، يعني اقل اميشنز من ناحيه ثلاثه ما بعرفش كلهم عامل ازاي. هنا بقى بيتكلم في عمليه الكود. يبقى احنا دلوقتي استعرضنا ايه هي الاميشنز، مشاكلها منين، مصادرها ايه، طب هنعمل كنترول ازاي. اخر حاجه خالص اهو اللي هو الكاتاليتيك كونفرتر اللي كان زميلكم ابتدى فيه في الاول خالص، ده تكنيك بعمله فين يا جماعه؟ بعمله في الاكزوست اللي خارج من الانجن، وده نسبته كبيره بالمناسبه، ده هو اهم حاجه، صح ولا يا جماعه؟ زميلكم كده كان لطيف جدا وقال الكاتاليتيك كونفرتر واحنا شرحناه في المحاضره، قلنا بنتخلص من الثلاث حاجات المؤذيين اللي هو الان بيرنت هيدروكربون والسي او والنوكس، بحولهم من اميشنز لكلين اميشنز. يعني كلين اميشنز يعني مش مضرين. الان بيرنت هيدروكربون يتحول ل H2O والسي او 2، النوكس يتحول لنيتروجين واكسجين، والسي او يتحول للسي او 2. يبقى انا كده يا جماعه خلصت، ودي نسبتها مش قليله، دي الاكبر، الاكزوست اللي خارج من قلب الشكمان ده الاكبر. بس في حاجات تانية برضو بتحصل عندي. طب بنعمل الـ EGR ده ليه برضو؟ ليه بنعمل الـ EGR؟ نعلم نقلل درجة الحرارة بتاعت الاحتراق وفي نفس الوقت أقلل النوكس بتاعتي. هدفي النوكس الـ EGR ده بنعمله عشان يا جماعة يبقى ده بيعتبر emission control. بحط شوية exhaust مع الهواء والفول وهو داخل عشان اقلل زي ما قلنا شويه درجه حراره التفاعل، بس ايه يا جماعه؟ اقلله بذكاء، محدش ايه يدخل اي جي اي كتير جدا في يوم، يا جماعه التفاعل يقف، لا انا عايز اهدي التفاعل، عايز كده وانت بتوطي النار على البوتاجاز توطي النار، بس يا جماعه بس شويه اللحمه اللي انت بتسلقهم في الحله يبقوا شغالين، مش توطيه قوي تقوم قافل النار، لا انت عايز يا جماعه تعمل ايه؟ تعمل او يعني تعمل الحاجه كده على نار هاديه كده عشان اللحمه دي مالها يا جماعه تاخد وقتها تطلع لحمه طعمها حلو. فنفس القصه واحد يقول لك انا ازود الاي جي ار قوي، لا ما انت يا سيدي هتوقف التفاعل تمام، مفيش تفاعل هيتم. فالاي جي ار دي بنعملها يا دوب كلمه يا دوب دي كلمه مهمه جدا، يا دوب تخلي التفاعل حلو ودرجات الحراره ما تبقاش تعدي الالفينات، تبقى 1900 1850 في الرينجز الحلوه دي اللي تبقى فيها النوكس نسبتها، وبرده الهيت طالعه حلوه والاحتراق ماشي كويس وكل حاجه عندي تمام. تمام، فده تكنيك بعمله عشان
اقل لينكس. طب ايه الاثنين تكنيكس دول بقى يا جماعه؟ دولت يخصوا الايه اللوسز اللي احنا قلنا عليها من شويه. جزء بتاع الايفابوريتيف هنشوف دلوقتي بجيب حاجه اسمها الكانستر، وجزء تاني ليه علاقه بيه يا جماعه بنسميه البوزيتيف كرانك كيس فنتيليشن، ليه علاقه بالايه بالبلو باي اللي قلنا عليه من شويه. يبقى دولت تو تكنيكس بعملهم في الانجن، انا يهمني الانجن بس انا اتكلمت بمفهوم اشمل واوسع عشان يبقى الموضوع بتاعنا ليه ابعاد كبيره جدا، يبقى ينفعك في الانجنز بشكل عام وينفعك في اي حاجه ليها علاقه بالبوليوشن او اي حاجه ليها علاقه بالانفيرمنتال بوليوشنز بشكل عام. طيب لكن احنا تركزنا اكتر في الكورس الثاني اسمه انترنال كومبشن انجنز، بنتكلم على انجنز. طيب فاحنا التكنيكس او الكنترول اللي بنعمله على الانجنز، لا اما بعمل التكنيك ده عشان الجزء بتاع البلو باي او الجديد ان انا اتكلم على الايفابوريتيف اميشن الكانستر. طب تعالى نشوف اول واحد اللي هو البوزيتيف كرانك كيس فنتيليشن ده ايه قصته. طيب ده الفنتيليشن البوزيتيف البي سي في فالف، ده ما قلنا ايه اللي بيحصل يا جماعه هنا؟ حد فاهم ايه اللي بيحصل هنا؟ قلنا هنا بيحصل حريق صح، وبيطلع اميشنز ده في الكومبشن بروسيس تمام، وهو البستون بينزل اثناء عمليه الايه الاكسبانشن قبل الاكزوست فالف ما يفتح. يحصل يا جماعه قبل ما ينزل الضغوط هنا عاليه جدا، فيحصل يا جماعه يبتدي يهرب زي ما احنا شايفين بالسمكه، يهرب شويه اميشنز. يعمل ايه الاميشنز يا جماعه؟ تقعد تتملي فين؟ تخيل الايه الكرانك كيس هنا مقفوله، مفيش الحته دي، مفيش الفالف، الفالف هو نمره 4، البي سي في فالف اللي انا بشرحه ده هو نمره 4، مفيش الحته دي. ايه اللي يحصل يا جماعه؟ تضغوط اكزوست خارج بضغوط عاليه، تلاقي الضغط كل شويه عمال في الكرانك كيس عمال يزيد 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 يزيد، ويحصل ايه يا جماعه؟ ضغوط عاليه بتاعت اميشنز وكمان درجه حرارتها عاليه، هتبتدي يعمل ايه الاويل؟ الاويل ده يسخن، ويبتدي الاويل ده يحصل له يا جماعه يحصل له بويلد، يبتدي يفسد او يبتدي يحصل له فيلير او يحصل له حاجه اسمها ديجراديشن. فاحنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنجيب البي سي في فالف. ايه البي سي في فالف ده يا جماعه؟ بص بقى، هيبتدي هيسحب شويه اكزوست تمام. طب بعد اسحب شويه اكزوست وارد، وانا بسحب شويه اكزوست شويه زيت ايه يا جماعه يتاخدوا معايا، يبقى هو خرب، يبقى في حاجه اسمها هنا اويل سيبريتور، يعمل ايه يا جماعه؟ يفصل الزيت، الزيت يرجع تاني نتيجه فرق الكثافه. وايه اللي يحصل يا جماعه؟ الاميشنز اللي خارجه هنا يا جماعه ايه؟ يبتدي تخرج من هنا، يبقى اللي خارج من هنا دي الاميشنز بس اللي انا عايزها، اللي هي البلو باي جاز. يعمل ايه يا جماعه البلو باي جاز دي؟ يدخلها زي فكره الاي جي ار، يدخلها مع الهواء، الهواء والفول اللي جاي من هنا، ده لو بيتكلم في انجن او تيربو تشارجد انجن، يدخله هنا جوه الكومبريسور مع الهواء، ويبتدي يدخله كنسبه من الاي جي ار، ويدخل هنا الهواء والفول مع الاكزوست، يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد، اتخلصت من البلو باي، وكمان استخدمت الجزء ده ان هو يقلل النقص. تمام؟ فده الفكره بتاعت البي سي فالف، البي سي فالف. دكتور طب انا عندي سؤال معلش، هو انا مش الاي جي ار انا كده كده باخده بعد الكاتاليتيك كونفرتر بحيث ان انا اشيل الامبرند هيدروكربون والسي او وال انا هنا انا هنا ما شلتش الامبرند هيدروكربون ولا الكلام ده كله. طب انا هنا ده مش هيفرق، مش هيفرق وعايز تشيله ليه؟ طب ليه تشيله؟ هو هيخش بس، هو هيخش هنا عشان يقلل النقص بس عشان يبرد التفاعل، انا عايز اشيله ليه يعني؟ ما يهمنيش اللي من جوه، اهم حاجه اللي خارج على الاتموسفير بس، طول ما انا جوه هنا ما عنديش مشكله، الدايره مقفوله اهي، واخد بالك؟ تمام شكرا يا دكتور. طب يا دكتور معلش، هو ازاي هو اير بوليوتنت وهو ما خرجش اصلا بره السيستم؟ مين؟ اللي هو البلو باي. ما هو ايه اللي هيحصل مع الوقت؟ قول لي انت. هو حضرتك قلت لما ضغط هنا لما ضغط هنا لما تعمل ايه اللي يحصل مع الوقت؟ خلاص مهما كان السيستم ده مش 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 سيلد يعني مش معزول 100%، هيجي من اي حته ويهرب صح ولا مش ضغوط انا عمال ازيد كل شويه؟ هيجي من اي كونكشن او اي فيتنج من الكرانك كيس ده ويبتدي يخرج مع الوقت. فانا بعمل ايه؟ انا بتخلص منه، انا بسحبه واتخلص منه وادخله تاني في الانجن. واخد بالك؟ بعيد بعمل له ريجنريشن بدخله جوه السايكل بتاعتي تاني. يبقى هو هنا مشاكله من ناحيه الاميشنز ومن ناحيه زي ما قلنا ايه؟ قلنا التاثير والضرر المباشر بتاعها كمان ايه فين؟ في الاويل ذات نفسه، في الزيت بتاع الابلكيشن ده. معايا ولا ايه؟ طيب ده اللي هو البي سي في فالف. طيب في جزء تاني بنسميه ايفابوريتيف ايميشن، انت حاطط التانك ده، تانك بتاع البنزين اهو، وايه اللي حصل يا جماعه؟ التانك ده برضه زي ما قلنا من شويه ما
مش مقفول بشكل معزول، يعني في تسريبات بتحصل، الغطاء بتاعه مش مظبوط، الكونكشنز، البايبس، التفاصيل دي كلها جماعه الترومبا، الخراطيم بتاعتك، الفيتنجز بتاعتها، فبيحصل تسريب للايفابوريتيف اميشن. فطبعا بيحصل كمان يروح في الاتموسفير ويبتدي يا جماعه ده نوع من انواع الايه الفي او سي اللي بايه له علاقه بالايه الجرين هاوس جاس. فانت بتعمل يا جماعه بتجيب حاجه اسمها كانستر. الكانستر دي يا جماعه فحم، عارفين الفحم يا جماعه، تاخد كده قرص فحم كده، الناس اللي عندها مشاكل في القولون والانتفاخات والكلام ده، فحم يمتص يعمل حاجه اسمها دي جازنج، عنده قدره ان هو يابزورب الجاز. فهنا جايب كانستر معمول من كاركول فحم، فاللي يحصل يا جماعه يبتدي كل الايفابوريتيف ايميشن اللي كانت تطيرت من هنا يبتدي ياخدها ويسحبها. طب بعد ما سحبها هنا في الكانستر ده في الفحم ده يا جماعه يبتدي هو ياخدها، هو بص ياخدها عن طريق حاجه اسمها بيرج فالف، تمام، ويبتدي يدخلها مع الهواء ويبتدي يحرقها. يعني بدل ما كانت هتطير مني يبقى انا كده استفدت استفادتين، بدل ما طارت ولصص من ناحيه الفول، لا ده انا استغلتها ورحت سحبتها وحرقتها، وكمان ما راحتش كنوع من انواع الاميشنز فين في الايه الانفايرمنت اللي حواليه. فده بنسميها ايفابوريتيف ايميشن كانستر، تمام. وهنا الجراف اللي احنا قلنا عليه بقى، يبقى التكنيك، يبقى دول التكنيكس كانوا جداد بالنسبه لي ما عرفتهمش. في طبعا اللي هو الثري واي كاتاليست او الكونفرتر اللي احنا قلنا عليه، اللي بيحول الان بيرنت هيدروكربون ل H2O CO2، بيحول السي او ل CO2، بيحول النوكس لنيتروجين واكسجين. وعشان ابتدي اشتغل في المنطقه المظبوطه بظبط اللامدا سنسور وابتدي اظبط عمليه الاحتراق ان هي بتحصل فين، تحصل في المنطقه اللي انا شايفها بالشكل ده. واحنا كنا شرحنا الثري واي كونفرتر ده في الاول خالص، او دولت الثلاث ايميشنز اللي عاملين لي المشكله بتاعتي، وبيحولهم من حاجات مش ملوثة يعني لحاجات ما عنديش مشاكل فيها. لما كنا بنفتكرها هو ده التكين كونفرتر ده كان شكله يا جماعه، جينا شرحناه، كان عباره عن بلوكس، عن تو بوكسز كده، بلوكس يا جماعه، والبلوكس دي عاملها ايه، اهو ده البلوك بتاعتي، وهنا عاملها من مايكرو تشانلز اهو، تمام، ويعدي الاميشن ده على السطح ده كاتاليست. كاتاليست يعني ايه كاتاليست؟ يعني يزود التفاعل. التفاعل ما كانش بيتم، لما بيعدي على السطح ده يحصل التفاعل، وبالتالي يا جماعه يتحول النوكس ده لنيتروجين واكسجين، تمام، يتخلص بقى من الاميشنز اللي مش لطيفه بالنسبه لي دي، الاميشنز الى حد ما ما عنديش مشاكل معاها بنسبه كبيره. طيب ده الشابتر اللي المفروض كنا يعني نقوله من فتره كده، واحنا الحمد لله خلصناه النهارده، وانا خلصت المحاضره بتاعت النهارده. ولو في اي اسئله، حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ شكرا جدا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيبين يا جماعه، كل سنه طيبين. يا دكتور معلش انا عندي سؤال في المشروع بعد اذنك. اتفضل. هو حضرتك في المطالب قال في فاريشن اوف سبارك ادفانس انجل 15 20 25 30، هو ده انا كده يعني قربت السبارك ولا بعدته ولا مش فاهم سؤالك؟ يعني هو السبارك مثلا سايب بيحصل عند زاويه 500، انا بقى خليتها 480 ولا خليتها 520؟ خد قبل وبعد، خد قبل وبعد، خد قبل وبعد، يعني انت خد قبل وبعد. وبالمناسبه حاطط لك انديكيتورز يعني 15 20 30، انت واحد عايز يقول لك يعني مش لازم انت تاخدها قبل، يعني تاخد الثلاث دولت قبل الانجل اللي انت واخدها، او تاخد الثلاث دول بعد الانجل، او تاخد اثنين قبل واثنين بعد. المهم في الاخر انا اشوف تاثير السبارك تايمينج على البريشرز عليت ازاي، درجات الحراره. زميلكم كان بيتكلم في الحته دي، يعني زميلكم في الاول اتكلم على الحته دي كويس، يعني قال ان احنا في حاجات بناخدها في الجزء الثاني من الكورس، بس انا وديت عليه قلت له دي سايكل مش هتفرق معاك في حاجه، انت بدل ما كان بيحصل بتنهي البروسس بتاعتك عند زاويه معينه، لا هتزود 10 ديجري او 20 ديجري، حسابات سايكل مش هتفرق معاك في حاجه، بس انت لما تطلع الجراف ده بقى لما الدكتور محي يخش في الجزء بتاع تاثير السبارك ادفانس على شكل الكومبشن بروسس، تاثيره يبقى شكله عامل ازاي، لكن كحسابات ومعادلات والكلام ده كله ملهاش اي علاقه بالجزء الثاني، مش هتفرق، هي سايكل عاديه خالص ملهاش اي تاثير. مش فارقه
بس الجوابس اللي هتطلع دي لما انت تطلع الجراف دي هتلاقي فعلا ايه ده الكلام ده انا طلعته بايدي وحسبته بايدي. فلما يجي يرسم لك هو الجراف بتاع البي سي تف اثناء الكومبوشن يقول لك انا زودت التايمينج قللت التايمينج طب كاسيو عامل ازاي هتشوف الحاجات دي. طيب دكتور معلش بس سؤال واحد القانون ينفع القانون ده ثلاث ان انا اقول ام الماس فلوريت بتاع حاجه ما فيول او اير مضروب في السي بي بيكوال ماس فلوريت في سي بي زائد ماس فلوريت في سي بي هل القانون ده فاليد ولا ده مش فاليد؟ يعني ايه ماس فلوريت في سي بي بس عايز توصل ايه؟ طيب الانرجي عامه الانرجي بالانس انا الانرجي بالانس عامه المفروض بيبقى ام سي بي دلتا تي بيكوال ام سي بي دلتا تي مظبوط كده. هل ينفع انا بس استخدم الترم اللي هو ام سي بي بيساوي ام سي بي بتاع حاجتين مختلفين ولا ان انا اعمل الترم بتاع التمبريتشر؟ بص احنا اللي بيحكمنا دايما كده. بص يا جماعه احنا يعني انا فاندامنتالي كده احنا يعني المفروض مدرسين الثيرموداينامكس كويسه كده مفروض يعني فاندامنتالي احنا اللي بيحكمنا هو الانرجي كونزرفيشن. بمسك كده السيستم بتاعي واشوف الايه الام سي بي دلتا تي ده بنسميه انثالبي ده ترم انثالبي. انت عندك الانرجي كونزرفيشن هنا انثالبي بس مفيش هيت داخله هيت خارجه في ورك في يعني دايما يا جماعه ما اخشش ساعات لما بتخش في المعدات تبقى انت فاهم الانرجي هي ام سي بي دلتا تي ده نوع من انواع الفورم بتاع الانرجي اللي هو الانثالبي. طب انت عندك القصه هنا كلها انثالبي مفيش اي هيت داخله هيت خارجه في ورك في كاينتيك انرجي بوتنشال انرجي القصه بتاعتك ايه هنا؟ فانا مش هقدر اديك معادله. انا اللي بيحكمني دايما الانرجي كونزرفيشن انرجي ان ماينس انرجي اوت ايكوال دلتا اي سوبر. بشوف الانرجي بقى فورمز بتاعتها ايه بقى ام سي بي دلتا تي ده هيت ده ورك ده ايه بالظبط اشوف القصه بتاعتك. فانا مش عارف انت بتتكلم عن ايه عشان اقدر اقول لك صح ولا غلط. انت بتتكلم عن ايه عشان اقدر بقى انا بس بديك مقدمه كده واسالك السؤال انت بتتكلم عن ايه عشان اقدر اساعدك في السؤال. انا عايز اعرف السي بي كونستنت على الـ على الـ على مثلا السكشن هل السي بي هيبقى كونستنت فيه ولا هيبقى فاريبل؟ لا احنا كل افتراضاتنا هنا او المفروض السي بي بتتغير مع درجه الحراره بلاش علاقه بالماس فلويد بتتغير مع درجه الحراره تتغير مع نوع الميكشر. يعني انت السي بي بتاع هواء غير السي بي بتاع ريزيدوس غير السي بي بتاع فيول غير السي بي بتاع ميكشر بتاعته مع بعض. لا انت هنا افترضها ان هي كلها انا لو مكانك اسهلها شويه تاثير الريزيدوس في الفيول اير سايكلز دي هيصعب لك المواضيع قوي والافكت بتاعه مش كبير جدا. انا افترض ان هي كلها شغاله هواء تقريبا كبروبرتيز كسي بي ايوه الفاليو بتاعته نفسها مش بتتغير الونج السيتا بتاعت السكشن ده قصدي. لا هي بتتغير بس تغير مع ايه؟ مهم مع السيتا مع درجه الحراره مع درجه الحراره. السي بي بزكشن سيبك من سيبك من السايكل سيبك من الكلام السي بي دي فانكشن في ايه بس؟ بروبرتي بتتغير دي اسمها ثيرمال كاباسيتنس بتتغير مع درجه الحراره بس والميكشر نوع المادة السبستنس بتاعتي شكلها عامل ازاي بس. والله ثابتة حتى لو السيتا بتتغير يعني افرض انت بتتكلم في الانتيك الهواء والفول عمال بس درجة الحرارة ما بتتغيرش يبقى السي بتاعتي ثابتة. ايه اللي خلاها تتغير؟ في الكومبريشن بتتغير درجة الحرارة تغير بسيط شوية مثلا. السي بي برضه بتتغير بس تغير بس ممكن نعمله. لكن في الكومبشن لا ده بتتغير بشكل كبير جدا درجة الحرارة بيزيد قوي فالسي بتتغير تماما واخد بالك. بس احنا هنفترض ان السي بي تقريبا شبه ثابت وتاثيرها في الفاينل انسرز اللي انت هتشتغل عليها والبروجكت في الفاينل اوتبوتس بتاعت البروجكت تاثيرها مش كبير. جاوبت على سؤالك ولا لسه برضه؟ يعني انا اسف دكتور والله انا طول حضرتك بس هي الفكره كلها بس ان انا في الانتيك انا بيبقى معايا داتا معينه والمفروض ان انا هوصل للتمبريتشر هعمل احط معادله ان الماس بتاعت الاير في السي بي بتاع الاير اللي داخل الفريش تشارج تمام في التمبريتشر بتاعت الفريش تشارج زائد الماس بتاعت الريزيدوال في السي بي في التمبريتشر بتاعت الريزيدوال هتساوي التمبريتشر اللي هتبقى موجوده جوه بتاعت الميكشر ككل تمام كده. فانا المجهول اللي عندي في المعادله ديت هيبقى التمبريتشر بتاعت الريزيدوال تمام و بتاعت قصدي التوتال التو ماسز مع بعض يعني الميكشر والسي بي بتاع الميكشر دوت. لو انا فرضت ان السي بي بتاع الميكشر دوت ثابت اديت له فاليو مثلا زي ما حضرتك قلت في اول محاضره ان هو هيكون ما بين مثلا السي بي بتاع الاير وما بين السي بي بتاع الريزيدوال كده هيبقى عندي المجهول الوحيد اللي هو التمبريتشر هيطلع عادي وكده يبقى ديت التمبريتشر في اخر في اخر لحظه في الانتيك تمام بتاعت الميكشر ككل تمام وهبدا اتعامل عليها عادي. ده اسامبشن او اسلوب انا كنت عامل حسابي ان انا همشي بيه بس بعد كده ابتديت برضو اشوف يعني ان انا ممكن ان السي بي نفسه يبقى بيتغير الونج السيتا وان انا في الاول ما فرضش سي بي ثابت
للميكسر ككل جوه الكومبشن. لا السي بي دوت هيفضل يتغير والتمبريتشر بتتغير برضو معاه اكوردنجلي الونج الايه الونج الانتيك كله. تمام. بس فانا عايز اعرف ايه الابروتش في دول اللي صح. الابروتش الثاني طبعا هو الاصح لو انت عايز تمشي، بس انت عارف السي بي فانكشن في السي تعمل ازاي؟ هتقدر تجيب الفانكشن دي تحطها؟ هي ده الفكره، هو ده كان سؤالي في الاول. ايه بقى لا لو تبص بص يا جماعه، يعني مهم الناس كلها حاضره معايا، في حاجه اسمها موديلنج يا جماعه. يعني ايه موديلنج ده؟ انت بتحاول تحط نموذج لطريقه الحل بتاعتك. زميلكم قال كده تو مودلز او تو ابروتشز، يعني ده موديل بنسميه كده، ده صح وده صح، بس التاني اصح قوي، بس هياخد وقت مجهود كبير وافورت كبير عشان نتكلم في تحسين في الحل 0.1%. انا عن يعني نفسي نقدر نمشي بالاول، انا اقدر انا 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 بروف الموديل التاني حلو جدا وجميل جدا، بس دايما كده يا جماعه في حاجه اسمها يا جماعه احنا ناس بتوع افشنسي، مهم قوي فكره الافشنسي والسكند لو ده حلو جدا في دماغنا كلنا. احنا بالنسبه بتوع الميكانيكال انجينيرنج، احنا كمهندسين ميكانيكا يعني، اكتر ناس بنحب قوي السكند لو، ففكره دايما كده جوده مقابل وقت في مبدا السكند لو. سكند لو انت هتعمل مجهود قد ايه عشان تطلع كفاءه دي، بس اللي عايز يعمله يا جماعه على راسي من فضل ان شاء الله، بس هتاخد وقت كبير جدا عشان تحسن حاجه بسيطه. الموديل الاولاني اللي انا كنت بقوله انا ريكومند انا اعمله ذات نفسه، مع انه هو مش اكيوت زي التاني، بس بدل ما كنت اخد وقت طويل، وممكن وانت بتعمل التاني ده خلي بالك تلاقي المعدات لعبت منك وصعبت الدنيا في الاخر تاثيرها مش حلوه. فيعني اللي عايز يعمل اي حاجه مفيش موديل واحد يقدر يحل بيه، انا مديك جايد لاينز. اللي عايز يعمل اي مودلز سواء كان مودلز فيري سمبليفايد او مودلز فيري كومبليكيتد او مودريت موديل مودلز متوسطة شوية في السيمبليفيكيشنز، كل واحد حر في يعمل المودل اللي هو عايزه. ما عنديش مش حاطط لازم يا جماعة نتعلم حرية التفكير وحرية الديزاين وحرية الحسابات، اعمل ما بدالك. فكرة ان انت بقى عندك assumptions وتفرضها وتحط ده اللي انا عايز ابني عندكم، ما فيش حاجة اسمها المسألة الواحدة اللي فيها ديتا اللي انا مديها لك وتحل عليه، ما فيش الكلام ده كله لا في الشغل ولا في الهندسة ولا في ما فيش الكلام ده. كل واحد في ضوء المعطيات اللي هو حاططها واللي هو شايفها بيعمل الموديل اللي هو ايه اللي هو شايفه الصح والانسب اللي يطلع نتائج. المهم في الاخر يحكمني نتائج تكون كويسه ونتائج سليمه وقريبه من الايه من البراكتيكال ريزلتس اللي هو المفروض يكون شايفها، وفي الاخر هو كمان يكون فاهم الفرق ما بينه وبين البراكتيكال ريزلتس او الاكتوال ريزلتس الحقيقيه دي ايه هي. مهم قوي تعمل كومنت تقول والله ده انا عارف ان الفرق، بس الفرق ده عشان انا ما خدتش تاثير كذا وكذا 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 وكذا. واخد بالك يا جماعه من الفكره اللي انا عايز اقولها لكم دي يا جماعه؟ مفيش موديل وحيد يقدر يحل اي حاجه، مالتيبل مودلز اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. تعلم دايما من دلوقتي حريه التفكير، حريه الابداع، حريه التصميم، اعمل ما بدالك ما ده في الاخر النتائج بتاعتك اقرب ما يكون للصح، مش 100% صح. مفيش حد فينا في الدنيا صح، مفيش حد في الدنيا نموذج قدوة كده نقدر نمشي عليها غير الأنبياء والرسل، هم دولة النموذج. كل واحد بيجتهد في حياته بالطريقة اللي هو شايفها، المهم في الآخر كل واحد بيعمل اللي شايفه صح، المهم في الآخر يكون في الآخر بني آدم نافع ومفيد وصح. فأنت أعمل الصح من وجهة نظرك أنت، مفيش موديل واحد كده نقدر كلنا نمشي عليه. واضحة الفكرة دي يا جماعة؟ تمام. شكرا لحضرتك. بعد إذنك دكتور ممكن تبقى تبعت المحاضرة دي مندوب؟ طبعا أنا بعتها بالمناسبة، صح يا حافظ بعتها لك امبارح. ده حافظ حاضر ولا مشي؟ انا بقى حاضر يا دكتور. حاضر يا دكتور. انا بعتها لك يا حافظ المحاضره صح؟ هو تقريبا ما كانش مشكله. طيب انا بعتها له بالمناسبه يعني. شكرا يا دكتور. هي بعتها له بعد اذنك دكتور. انا اسف عندي سؤال بس بخصوص تعويض الميد تيرم لو حضرتك متاح دلوقتي. ماله تعويض الميد تيرم؟ عايز ايه فيه؟ انا كان عندي ظرف، كانت والدتي بتعمل عمليه وكنت ممكن ابعت لحضرتك ال 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 الورقه بتاعه العمليه من المستشفى لان انا ما قدرتش احضر الميد ترم. فهل متاح ان انا ابعت لحضرتك او يعني ايه الخطوات اللي اعملها عشان بس نعوض؟ اولا الف سلامه على الوالده يعني، وربنا يوفقها بالسلامه ان شاء الله وتكون بخير يعني، دي اهم حاجه. تاني حاجه يعني خلينا دلوقتي انت معاني مين المعيد عندك في السكشن تشتغل معاه؟ مين المعيد عندك في السكشن؟ يعني الأمانة أنا ما كنتش بحضر الفترة اللي فاتت الأمانة يعني عشان أنا شغال وسط وجنب الكلية، فالأمانة ما كنتش بحضر. طيب أنت يعني بص لازم
يعني عشان انا اساعدك انت تساعدني برضه، يعني لازم يكون يعني بص ايه، بحب كده واحد بعيد خالص ويجي يقول لي انا عندي، طب انا عايز اساعد الناس والله، بس لازم تديني كده ايه عارف كده، يعني احنا كويسين مع بعض كده، صاحبك كويس معاك وانت بتستجدع معاه وبيستجدع معاك، يعني هي المبدا ده. لكن انت بتستكش معايا برضه يعني ما بتعمليش حاجه برضه، طب انا يعني هقف معاك ليه؟ ما زعلش مني في اللفظ، بس ده المنظور الطبيعي للناس كلها بتتعامل مع بعض فيه، فلازم تساعدني عشان اساعدك. فانت مش عارف اسمه معيد، مش عارف اي حاجه، طب يعني خلينا نشوف حل ليها كده، حاول تعمل بس البروجكت كويس خلاص. اوكي انا وانا سوري يا باشمهندس، انا بس سوري يا دكتور انا اسف، انا بس الفكره كلها ان انا بشتغل جنب الدراسه، وانا شغال بقالي 3 سنين جنب الدراسه ماشي. انا والله يعني اسف، يعني مش قصدي حاجه، اقدر الشخصيات الجميله دي جدا اللي هي بتساعد نفسها وبتحمل مسؤوليه بقدر مجهودة جدا، بس في الاخر معلش انا برضو لازم اساوي بين الناس برضو. انت برضو لو أوكي. هتشتغل بره وتخل بالدراسه انت ما عملتش حاجه، انت جيت في حاجه على حساب حاجه معاك الذكاء والشطاره ان انت تعمل ده وده، يعني تبقى انت مركز في كليتك ودراستك وكمان تشتغل بره، ده على راسي من فوق ده احسن حاجه ممكن تعملها. لكن في الاخر انت تشتغل بره ولا بتحضر ولا كويزات ولا ميد تيرم ولا اي حاجه في الاخر تقول لي انا بشتغل بره، لا ما انت برضه بس هو انا مش ضدك والله، انا عشان اقدر اقول والله احترم اللي انت بتعمله، يعني وحضرتك عندك تكون متوافق في الاثنين، لكن انت عملت حاجه لحساب حاجه ما يعني معلش يعني حضرتك عندك حق في كل اللي قلته، انا فعلا يعني انا فعلا مقصر في الكليه، بس هو الفكره بس في الميد تيرم صدقني الموضوع كان خاص بعملية ودي. انا اول حاجه قلت لك والله يعني يعني ما فيش لا حل، بس انا سالتك سؤال عشان افهم منك مين المعيد ولازم نتكلم معاه عشان انا مش هنشغل امتحانك الصراحه، يعني خلينا نشوف كده بس، يعني عايزك تكلم المعيد توصل له المعيد و أوكي. اللي بيديك ايه، وانا لو في حالات معينه هنحاول نشوف كده ايه يعني الناس اللي عندها ظروف دي ان شاء الله. مش ميرسي ليك يا دكتور، بس خلي بالك عشان دكتور محي هيعمل كوزات في المحاضرات وبيعمل يعني اعمال السنه مقسومه بجزئين عليه، فبرضه انا تابع الجزء الثاني عشان ما يفوتكش. انا بقول لك انا يا حاضر يا دكتور. ماشي يا جماعه بالتوفيق ان شاء الله. بعتذر لحضرتك. السلام عليكم. ربنا يخليك. السلام عليكم دكتور. ايوه مش هو بس انا كنت عايز اسال حضرتك كام سؤال في المشروع. كام سؤال؟ طب قول بسرعه بس بسرعه. تمام. هو حضرتك قلت دلوقتي من ضمن المطالب عايزين نغير الكومبريشن ريشيو، تمام؟ طب الكومبريشن ريشيو لما تتغير مش الكومبريشن ريشيو مرتبطه بالكليرنس فوليوم والستروك فوليوم؟ سؤال حلو جدا. تمام. انا مثلا هيأثر في الفوليوم، في المعادله بتاعت الفوليوم. فاكر المعادله بتاعت الاكس او الفوليوم داخل فيها شويه دايمنشنز كده صح ولا ايه؟ مظبوط. داخل فيها الدايمتر وداخل فيها اللينس، فده كل ده هيأثر في الحسابات بتاعت الفوليوم نفسها. انت بس دايما اعمل المعادله بتاعت الفوليوم دي خلاص فانكشن في الدايمنشنز وحط الكومبريشن ريشيو فانكشن في الدايمنشن. فانت لما تغير يعني انت خلاص عملت بالاكسل فايل مثلا، عملت بالاكسل فايل غيرت الكومبريشن ريشيو، طب انت طبعا وفي علاقه بين ال والدي دايما كده بين اللينس والدي، فانت لو عارف الكومبريشن ريشيو هتلاقي اللينس والديامتر بتاعك اتغيروا فتغير الفوليوم، وبالتالي سمع في كل حاجه في الايه في الحسابات بتاعتك. واضحه يا مروان ولا مين اللي بيسال؟ معلش انا اسامه. واضحه يا اسامه اللي انا قلته لك ده ولا مش واضح؟ واضحه ولا ايه؟ تمام. هو بس انا كنت افترضت ان انا تمام يا دكتور، هو حضرتك سامعني؟ سامعك. تمام. انا افترضت بس ان الفي ستروك ثابته، يعني الطول اللينس اللي هو بتاع الكونكتنج رود او الكرانك راديوس اعتبرته ثابت، ولكن اعتبرت الكليرنس انا كنت جايبها من المعادله ان هي ار سي ناقص واحد على القيمه، يعني اللي قدام المعادله الكليرنس برضه تقريبا ثابت. بص الكليرنس هو اللي ثابت، اللي بيتغير لما بغير كومبريشن ريشيو بيتغير الدايمتر وبيتغير اللينس، فبالتالي بيتغير المعادله بتاعت الفوليوم ذات نفسه. واضح ولا ايه؟ تمام يا دكتور. تقريبا. سؤال تاني بس معلش. حاضر. تمام. هو دلوقتي الماس في الاكس هوست هحسبه، هعتبر برضو ان الماس بيقل لينير برضو زي ما اعتبرته في الانتيك، هعتبره برضو في الاكس هوست لينير؟
يعني زي ماس برسيت. انت مش محتاج تعمل اناليس الاكزوست بروسس، مش محتاج تعملها، انت معاك البريشر والفوليوم، معاك سوري يعني في الاكزوست. انا لما كان بقطه تاثير الضغوط مش مهم قوي بالنسبه لي، هجيب الضغوط تقريبا شبه ثابته، الفوليوم شبه ثابت، درجات الحراره مش مؤثره قوي في الاكزوست. يعني انت مش محتاج تعرف، تعال بس البريشرز والفوليوم عشان ترسم البي في سايكل. تمام يا دكتور. طب البلو داون اللي حضرتك قلت عليه في الاكزوست ده هيفرق معايا مثلا كمعادلات عن الاكزوست نفسه، ولا هعتبر ان معادلات البريشر وال انت يعني هي مرحله ما بين نهايه البلو داون، دي مرحله اخر نقطه من الاكسبانشن، واخر نقطه واول نقطه في الاكزوست، هي دي البلو داون. انت بتفترض ان بتحصل في فوليوم ستيب واحده، يعني تنزل مره واحده الفوليوم، ينزل مره واحده كده. تمام. يعني انا قصدي انا كملت من اول الجزء اللي هو بتاع البلو داون. يعني ليه اناليسيس بالمناسبه؟ البلو داون دي ليه اناليسيس؟ بس مش هدخلك في تفاصيله، مفروض يعني. يعني البلو داون ده بيحسب بشكل ايزونتروبيك وليه حسابات معينه، بس انا مش هدخل في تفاصيله. تمام يا دكتور. طب هو رينج الميكانيكال افشنسي للانجن بيبقى كام؟ عشان مثلا انا معايا دي ليه علاقه بتتغير الباور بتاع الانجن. قلت لك الجراف، فاكر الجراف بتاع الميكانيكي ليه علاقه على السبيد الميكانيكال، ملوش رقم ثابت، بيتغير مع الاوبريشن. يعني افرضوا بقى 80% 70% ليه علاقه بالسبيد، كل ما السبيد تزيد كل ما الميكانيكال افشنسي بتاعتك بتقل. تمام. هو انا لقيت اصله، بس لقيته على النت مكتوب ان هو من 95 تقريبا وبيدروب لحد تقريبا 80 لما بيوصل لل بيعدي تقريبا ال 2000 ار بي ام او 2500. ماشي كويس، انا مبسوط انك انت بتدور اهو بتشوف الرينجز بتاعتها. انا قلت اللي انا عايزه منكم. تمام. لكن مفيش اجابه واضحه قصدي او صريحه او اجابه حضرتك منتظرها من البروجكت. لسه بقول لك اهو، مفيش موديل واحد، مفيش حاجه واحده، مفيش حاجه واحده. واضح يا جماعه ولا ايه؟ طيب استاذنكم بقى. شكرا لكم. ماشي يا جماعه، بالتوفيق يا جماعه، ربنا معاكم. هو بس يا دكتور ينفع اسال حضرتك سؤال بس خارج المنهج؟ ايه اسال يا يوسف. هو بس في دلوقتي اليومين دول في حاجه كده اسمها تنظيف الموتور بالهيدروجين. داخل إيه الموتور. ايه تنظيف الموتور بالهيدروجين دي؟ يعني مثلا في غيار الزيت مثلا بيبقى في علبه كده بتتحط قبل غيار الزيت بحيث انها تاخد لو في رايش او حاجه وتنزل يعني من الموتور. فهم في حاجه جديده او حاجه انا سمعت عنها جديد يعني اللي هو بينظف الموتور بهيدروجين، ما اعرفش بتعمل ازاي. فكنت عايز اسال حضرتك هل ده ممكن ياثر على الموتور في حاجه ولا؟ والله جديد بالنسبه للمعلومه صح. يعني ايه تنظيف موتور اصلا؟ فكره ان انت تنظف الموتور دي فكره جديده بالنسبه لي. ده في شغل انجينيرنج ولا شغل كده ايه يعني سمعتها في ايه؟ هو يعني من على النت، يعني والدي كده راح يعمل غيار الزيت فبيسالني فقلت له ما اعرفش. يا دكتور دكتور هو الموضوع ده انا كنت شفته، هم بيقولوا ان بيبقى فيه ترسبات كربون بتبقى موجوده على السبابات عند الانلت. دي حاجه ثانيه بقى، دي حاجه ثانيه، دي ترسبات كربون على البيستون. بيحطوا اكسجين كده يعني بيفتحوا اماكن البوجيهات والكلام ده كله يحطوا. لا ده نوع من انواع بيسموه الفاولينج، يعني فاولينج على الانجنز نفسه، بيعملوا كليننج ده عادي خالص، يعني بيعملوا بسولفنس مواد معينه ولا حاجه عشان الفاولينج يعني بتاع الانجن بتاع الترسبات الكربونيه زي ما قلت له الكلام ده. واخد بالك دي اي ماده سولفنت يعني بتقدر مذيبه، يعني مذيب عضوي يعني يقدر ينظف الانجن. دي مش يعني مش سواء يعملوا بقى بهيدروجين يعملوا باي ماده، المهم في الاخر بينظف انجن وخلاص يعني. لكن انا مش فاهم ايه الحكمه ان هو يعملها بهيدروجين دي برضه، يعني صراحة مش عارف برضه. انا قلت صحك يعني هل ده ممكن ياثر على حاجه ولا لا؟ انا ما مش عارف ومتهيألي. طب وبيعملها الانجن يعني بيعملها بغاز يعني مضغوط ولا غاز ايه ولا بيفك يعني بيعمل ايه بالظبط يعني؟ لا يا دكتور هو بيجي مكان الفريش اير كده يشيل يعني بدل ما يدخل الهواء داخل عن طريق الفريش اير بيحط زي خلطوم كده مكان الانلت ده، وهو بيبقى كان ده هو الانلت مع البنزين. يعني هو عشان بيدخله مع الهواء ولا مع الفيول اللي هو دلوقتي الهيدروجين؟ بدل الهواء، بيدخله بدل الهواء، يعني اللي داخل على هو عايز يدخل، هو ليه عامله هيدروجين مدخله جاز عشان يدخله مع الهواء ويتحرق، صح بيحرقه هو، صح كده ولا ايه؟ وبيفضل مشغل يدخله كده. بيفضل مشغل العربيه كده حوالي ربع ساعه وسايبها شغاله وبتطلع بقى يقول لك الترسبات بتطلع مع الاكزوست. بس هو مقصوده هنا ان هو يعني هو انا فهمت هو ليه بيحط هيدروجين دلوقتي. هو لو بيحط هيدروجين
عشان الهيدروجين حيو بالمناسبه. بس هو المشكله دلوقتي في ظبطه الايرت فويل ريشيو دي، يعني ممكن الحيو بتاعه مش مظبوط شويه، يعني لو الانجن مش شايف مصدر وقود مختلف شويه وارد وارد الحيو بتاعه ما يبقاش منتظم. يعني الفلسفه بتاعت اللي انت بتقوله ده انا فهمت كده، بيعمل كده بيعمله بهيدروجين عشان يطلع درجات حراره عاليه، عايز يطلع درجة حرارة اكزوست وكومباشن عالي جدا، فيبتدي الترانسبورت كويس تبتدي لما توصل حرارة عالية تبتدي تفك شوية من الميتالز الموجودة فيها دي. فالهيدروجين ده درجة حرارة الحريق بتاعته عالية جدا بالمناسبة، واخد بالك؟ بس هو الخوف بقى ان انت بتعمل كده بتنظف الانجن تبوظ حاجة تانية في الانجن، تبوظ كاتاليست، تبوظ حاجة، ما انت برضه الحاجات اللي موجودة دي بقى ممكن برضه في حاجات ما بتستحملش درجات حرارة عالية، فده الخوف برضه. فلو ما تعملتش بشكل هندسي كده وحد فاهم، انت بتنظف انجن وفي الاخر بتبوظ حاجه ثانيه. وفكره انت تنظف انجن دي يعني مش عارف يعني هو في مصر هنا بنطلعها بنحاسب في اي حاجه غريبه شويه يعني. مش عارف انا مش ماشي.